عاملين ايه؟ معاكم العيله اللي فيها مكفيها. النهارده يا جدعان ان شاء الله صلى على النبي الاول على الصلاه والسلام. اتجمعنا النهارده وقلنا كل واحد فينا هيحكي قصته. بص يا جدعان هما حاجتين يا جدعان، مش الوحش كلها يعني، الوحش اللي حصل في حياته، مش موقف يعني موقف حصل كده، موقف يعني فاهمين، والحلو اللي حصل في حياته. تمام، هنبدا من مين؟ من الكبير للصغير. انت الاول يعني هنقول مثلا الموقف الصغير، مثلا وانت صغيره مثلا حصل ايه الموقف اللي حصل معاكي فيه مثلا كده، بيفضل معاكم لحد بيفضل علامه يعني في علامة. دماغي اه في دماغي. فاحنا دلوقتي كده هنبدا بسالي عشان هي طبعا الكبيره، عشان انت الكبير الصغير. يبقى في موقف كده يا جدعان بيفضل معلق مع الواحد العمر كله. تمام، ما بيعرفش ينساه. ايوه فعلا. يلا يا سلمى. يا بقى ثواني، انت بتخلي حد تاني؟ لا هو من الكبير للصغير. انا بقى عايزين نستمع، بقى عايزين نستمع. انا واحده وانا قبل الاخيره. يلا يا سلمى، يلا قولي الموقف. انا اقول موقف فاكراه لسه. هقول لكم على حاجه. الموقف ده انا كنت صغيره، كنت مثلا كنت في كام سنه، كام خمسة. فالمهم رحت انا ايه، كنت رايحه على ثلاثه، كنت انا في مدرسه وخاصي في مدرسه التوأم دول، فكانوا في مدرسه، فروحت عشان اجيبهم، روحت عشان ايه نمشي مع بعض كده انا واخواتي. المهم فدخلت، كل اللي عملته ان كان في خناقه بنات بيتخانقوا مع بعض، فانا اول ما دخلت فبقول لهم ايه في ايه، انا كده غلطت يا جماعه شويه بالظبط. ما لقيتش نفسي، ما لقيتش نفسي ايه اللي لقيتني اتحط عليها. استني شويه، اتحط عليها ازاي بقى؟ يا دوبك الموضوع ما كملش 10 دقايق، احنا اصلا هنا اعتبر المدرسه بتاعتنا في قلب سوق، انتوا عارفين بقى الناس اللي بتبيع اللي هم البياعين والكلام ده كله عاملين ازاي وكده. فلقيت لك الستات دخلت بالشباشب ودب دب 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 فوقيا، والبيت موقف علم معاه من الصح. بقول لك لحد النهارده يا جماعه على الموقف ده بجد بجد. بس يا جدعان الموقف ده اللي يعني ايه، هو اللي قوى سلسوله، او يمكن هو ده الموقف ده اللي قواني، وحاسه لحد النهارده ان انا ما خدتش حقي بجد بجد بجد. الموقف ده انا خدت فيه حته حلقه من شويه ستات، ما اقولكمش عشان تبطل تتحشر يا جدعان وتقول في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ لا يا حبيبتي تعالي بقى نوريكي في ايه؟ بص انا كل اللي قلته بقول في ايه خلاص، يعني انا بقول في ايه خلاص. هما اتحكوا بقى يا جدعان اللي اصلا المشكله ما كانتش معايا خالص. ايه المشكله إيه؟ معانا احنا؟ اختي صبيه يعني انا اختي صبيه دي دخلت فقلت اول ما دخلت قعدت تاكلت برضه بالشبشب، خدت حته علقه انا عمري ما انساها، قسما بالله عمري ما انساها. شبابي انا واحده من الناس اغمى عليا، وفي ناس بتقول لي برضه يعني انا ما عملتش ايه، انا ما عملتش حاجه ده كله. فكانت دي بسبب ايه؟ اسماء صح؟ يا جدعان والله العظيم على فكره هم على طول يقولوا المشكله دي بسبب اسماء، وانا ماليش ذنب. قسما بالله المشكله بسبب اسماء يا جدعان، والله ما ليا ذنب يا جدعان، هم جايين يجيبوا. لا يا ماما أيوة. اصلا انا ما اتخانقتش اصلا يا جدعان وانا صغيره، انا مش هحكي لكم الا في اخر، انا لما يجي دوري يعني لما يجي دوري انت بتسمع حاجات من اسماء اصلا هتتصدموا فاهمين؟ انا صغيره بس مش هحكي لما يجي دوري، انا ما حدش ياخد دور. الموقف ده علمني، بس هم يا جدعان كل مره بيجيبوا فيا المشكله دي، انا ما بتخانقش. انتوا جايين تتحشروا ليه؟ وجايين تاخدوني اصلا من مكانك. كنت انا انتوا مالكم عشان صغيره؟ انا كنت انا كنا ايه؟ كنا مستنيينها على اساس ان هي تمشي معانا، فكنا خايفين عليها، كنا خايفين عليها وكده. بس طب ماشي، انت جايه تاخديني ولا جايه تعملي خناقه؟ انا ما عملتش والله خناقه، انا لقيت فجاه الشباشب اتوقفت عليا. يا جدعان هي اللي اتحشرت في المشكله يا جدعان، والله احسن. لا هي اللي اتحشرت في المشكله، يا سالي فعلا اغمى عليها فعلا. لا في ايه؟ تعالي بقى نوريكي في ايه. انا لقيت فعلا اغمى عليها، البنت راحت جابت من شعرها وانا جابت من شعري وموتوني علقه. انا عمري ما انساها، عمري بجد ما انساها. انا بقى كنت في المدرسة. بس يا جدعان انا عايز اعرف فين العلقه اللي هم خدوها دي، هي اللي قوتهم. لا وعايز اقول لك فعلا بامانه، بيبقى دايما أنا كل واحد عنده ماضي بيقويه. لا هو انا كان ليا ماضي تاني برضه قبل الماضي ده، انا هقول لكم علم ميكي دوري. يمكن الماضي ده بجد من بعد ده قواني، خلاني عملت حاجه في المدرسه دي بجد اللي قوت قلبي، خلاني انا بايه خدت حقي. بامانه على وضعك يا كبير، على وضعك يا كبير، اتضربت يا كبير، اتلم عليك يا كبير، حقك يا كبير، حق يوم حق بعد ما اتضربت تقولي حق. مش مهم مش مهم، بس هو ده الموقف يا جماعه. احنا يا جدعان قلنا ده الموقف الوحش، ياسمين بقى تقول الحلو. الوحش ياسمين تقولي الوحش، كلنا هنقول الوحش. انا فاكره الوحش بتاع ياسمين بس مش هقول. طب ما تسيبي ياسمين نخش الموقف بتاعك. ولا ايه هو ياسمين الموقف ده؟
الموقف كان احنا يا جدعان كنا في جنينة الحيوانات. بس يا جدعان احنا كنا في جنينة الحيوانات. لا لا ما هي ما كانتش موجودة يا جدعان. انا هحكي لها الموقف الوحش اللي حصل. ايه ما كانتش موجودة دي وايه؟ لا ما انا هفهمكم. هي كانت في جنينة الحيوانات. فالمهم احنا في حمام بقى وكنا شم النسيم وبتاع. فسمية اختي واحدة كل ما تيجي واحدة تقول انا عندي السكر عايزة اخش انا عندي السكر. فسمية قالت لهم ايه وكل اللي يجي عندي السكر؟ قالت لها ان شاء الله يا اختي اللي فايق فيكي. وراحت يا جدعان اكني اسطوانة ردح دخلت فينا. طبعا في واحدة كانت غلبانة ما كانتش معانا في المشكلة. انا زغلت سياسمين ما كانتش معانا. لا لا عليها لا لا اخواتك عاملين مشكلة. اخواتك عاملين مشكلة. فيعني لو لقيت واحدة جايبها من شعرها وواحدة تانية جايبه اتنين تحتيها والثالثه عماله ترتح. فانا بقى دخلت عليها فبقول لها معلش يا حاجه وبتاع معلش يعني هي مش سهله خالص يعني هي مش سهله. بقول لكم ايه دي كبارات الولاد بتقول بعض كده. هي بقى افتكرتنا يا جدعان ايه احنا يا جدعان على فكره هو حد يفهمنا غلط. احنا مش عصابه. احنا مش عصابه. احنا بس بنتناقش في الخناقات. ايوه ماشي. المهم انا دخلت عليها يا حاجه وبتاع معلش معلش يا حاجه وكده. هي دلوقتي قبلت زي امي يعني. امك ايه يا اختي ما تروحوا تتربوا. ودخلت علينا. انا قلت ايه ده وامي كانت واقفه. امي يا جدعان غلبانه كده جدا يعني ما لهاش في اي مشاكل يعني احنا اي حاجه اصلا. بصي يا جدعان من الاخر احنا مش تبع امي. هي حتى بتقول الجمله دي. احنا مش تبع امي. احنا يا جدعان مش وش احنا. بس اللي بيجي يعني مثلا يتخانق معانا بيجي على صفه فطبيعه هتقف. اه هنقف قدام هيدافع عن نفسه. طبيعي هي هتدافع عن نفسه. طبيعي اي حد كده. بس فدخلت واحده رحنا بقى قلنا ايه ده. قلت لها يا امي ابعدي ابعدي يا امي. دخلوا عليا يا جدعان. ده الموقف الوحش بالنسبه لي ياسمين اللي دخلوا عليها. اربع حريم يا جدعان طول بعرض على الحرام من دي طول بعرض. ايوه قصه انا عندي قد ايه؟ انا خوفي 17 سنه. انا خوفي كله على امي. احنا يعني احنا عامه ما بنفكر في اي مشكله بنفكر الكلام ده مش بنفكر في امي. امشي يا امي امشي يا امي, امشي يا أمي. عماله تقول لا يا حاجه خلاص امي محترمه. ايوه يا جدعان يا حاجه. وهي عماله ماما هي سنه مش عايز لا معلش معلش عايز تتكلم شغاله في ضرب في دي 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 عماله تتوفي. عماله تقول لا يا حاجه انا بقدر والولايه مش محتاجه تقدير. يعني سميه اختي يعني من النوع اللي هي ايه عصبيه شويه. فهي ايه بتستفز فتقول لا في ايه كله عندي السكر. برضه سميه غلطت في النقطه دي. يعني واحده بتقول لك انا عندي السكر دخلين. ففعلا يا جدعان اكتر من 10 يقولوا انا عندي السكر ويخش عندي السكر ويخش. يعني انا ما غلطتش لما قلت كده. بس برضه يعني هي جت بطريقه ايه يعني فاهمه انت. هي سميه غلطت فالولايه ما تعرفش ان سميه غلطت فجت ايه جت معاها هي جت حاصل ايه معاها هي حاصل. فواحده ولا بينا ولا علينا بتخش في الخناقات بوشها ما بتخشش بظهرها. دخلت لقيت واحده جابتها وحش الكون. وحش الكون يا جدعان. فهي بتبص لها كده اللي هو ايه ده ايه ده ايه ده هو انا بتضرب. طب انا بتضرب ليه؟ انا بتلفت كده يعني عايزه اشوف في ايه في ايه في ايه يا اختي. في اربعه اتحلوك في اربعه يموتوك وانت قاعده بتقولي في ايه. رحت انا قلت لها يا ياسمين الخناقه في خناقه يا اختي. رحت قالت ايه مين بيتخانق مع مين؟ انا داخله مش عارفه مين بيتخانق مع مين. انا كنت بره اصلا قاعده جنب الحاجه جنب الشنط وفجاه سمعت ان اخواتي دخلوا في الحمام. ايه يا جدعان؟ فبتقول لي انت جريت سبت الحاجه وجريت راح بشوف خناقه في الحمام مع مين؟ داخله اتريق مع اخواتي واربعه شحوت الله ما صنعوا جامدين ايه؟ مش قادره اقول لكم. واحده رمت على الجنين وقلت انا مسكت واحده بال لا انا اللي خلاني مسكت ضربتها بالصندل. انا لقيتها بتلف كده ورا ماما واللي هي لسه هتمسك الطرف. وانا يا جدعان انا اول ما شفت الموقف ده خلاص انا ما شفتش قدامي. قمت خالع على الصندل وفي دماغها دب 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 يا جماعه. اوحش موقف اللي ياسمين شافته ودخلت في عيني اتغفلت صراحه. يعني انا ماسكه شعرها ماسكه شعرها بس انا حشتي. اه يا اختي والله حشتها يا جدعان والله العظيم يا جدعان حشتها. قلت لها انت بتمسكيها ليه؟ داخله على عمالة مش عارفه مع مين؟ انا داخله في الاخر اتضرب بسبب سمية. اهي يا جدعان بقولها يا بنت كان بسببها يا بنت يا بنت في خناقه. هي مش مستوعبه اللي في خناقه. يا بنت فوق احنا يا بنت احنا هنتضحك ومش عارفين هم كام واحد واحنا كام واحد. يا بنت فوق على فكره ياسمين اختي رايقه جدا يا جدعان كل حاجه رايقه جدا. ممكن تتطحن وهي اصلا مش عارفه مين مع مين. فاهمين انتوا يا جدعان الموقف ده لما حد داخل بيعرف هو مين بيتخانق مع مين فهو بيتضرب. ايه يا جدعان وانا بتضرب ليه؟ حشي نفسك. روحت انا حشتها يا جدعان. رحت حشتها بقى وايه اللي ربنا قدرنا عليه احنا عملناه.
بس بامانه بقى ان 5 سنين ما رحناش كليه الحيوانات غير اخر مره في التصوير. ايوه دي فعلا والله كنت شفتوها يا جماعه. اللي احنا لقينا يا جدعان لقينا كتير لقينا كتير بقى لنا 5 سنين خمس سنين خطوبه صح اكتر من 5 سنين يعني 19 سنه صح في الموضوع ده. أيوة كانت مخطوبه وخطيبها كان معاها ودي خطيبها كان معاها. انا ما كنتش مخطوبه ولا انا كنت لسه صغننه بس انا من النوع اللي انا بصحصح في الخناقات يا جدعان بشوف مين اللي جاي على مين واروح مغفله مين اللي جاي على مين يا معلم ارمي نفسي مش شايفه وادي الوحش بتاع ياسمين والوحش بقى بتاع سوري ايه بقى ايه ما حكيتوش على بطل وبتاع حكيتولي انا حكيتولي الوحش بتاعي كنت انا في المدرسه وخرجت من المدرسه تمام فجيت روحت فماما قالت لي ايه روح هات سيبك نعيش فقلت لها ايه المهم قعدت اقول لها لا انا مش هروح ابعت اختي المهم انا اروح فجيت اقف في الطابور من في الاخر ردت عليا واحده قالت لي انا فجيت اقف وراها المهم لقيت الراجل بيمشي بسرعه فواحده كانت من دوري برده كان انا سني حوالي ايه حوالي بتاع مثلا 11 سنه او 12 سنه الطفله صغيره برده وجيت وقفت فالمهم ايه فتاري واحده خرجت من الطابور راحت ايه حجزت وخرجت من الطابور بتجيب حاجه ورجعت فانا جيت اقف ورا البت الثانيه ذا تراها هي حاجزه بس هي البت ما قالتليش اللي هي حاجزه ايه وراها واحده حاجزه بس انت يا اسماء الصراحه وش خناقه تمام المهم رحت كده يعني كده عبو كمان ما بتتخانقش بس هي وشها مدي خناقه فاللي قدامه بيتخانق اسلوبها مستفز ايوه بتتخانق نفس اللي قدامها المهم رحت جيت رحت ايه اقول لكم احضر خير ماشي المهم رحت جيت رحت قلت لها ايه انا اللي وراها قالت لي لا ده انا اللي وراها قلت لها لا انت مش هتقفي ومش هتقفي قدامي قالت لي انا هقف قدامك غصب عنك قلت لها مش هتقفي قدامي غصب عنك المهم كده بشدها قامت هي متشدتني شدتنا بعض شدتني من شعرها شدتها من شعرها المهم ايه فعلى جايه مين على جايه اخوها اخوها كده كان حوالي مثلا يعني في الرينج ده مثلا ايام ما انا كان عندي 11 12 سنه كان اخوها شاب يعني عنده مثلا حدود كام 20 سنه 21 يا نهار ابيض انا ممكن تقوم مثلا فلقيت البت راحت ايه وانا بتخانق معاها راحت ارماني ايه من صباعي عضتني جامد قوي بامانه وهي بتعضني انا كل اللي عليا يا جدعان صباعي صباعي فوق يا جدعان صباعي فوق سلكوا صباعي المهم ايه وهي البت بتعضني انا من غلي وانت ماسكاها من شعرها وعماله ايه اديها بالبنيه بس صراحه يعني عشان تسيبني ولا بقول لك كانت راحه المهم راح اخوها طبعا شافني كده لقيت اخوها راح جري علينا بدل ما ايه يحجز ما بيننا احنا الاثنين راح اداكي كشين لا راح مسكني راح زقني كده راح زق اخته راح مسكني راح شايلني من على الارض شالني كده من على الارض فوق رفعني وفضل ايه راح جابني كده راح عمل لي قاعد راح احط لي ايه في مكان تاني فاخته قعدت ايه تتهجم عليا تاني طبعا انا كل ده بفكر في ايه في صباعي صباعي طبعا خلاص يعني صباعي ايه زي ما تقولي ايه من اتحبس من الدم الدم اتحبس فاهمه وما كنتش قادره يا عيني والله بصراحه في الموقف ده يا جدعان المهم ايه وقفت وجبت العيش وروحت البيت وقعدت اعيط له في ايه قلت لها دخلت مع واحده في الطابور والطابور العيش وبتاع وقعدت له صباعي وانا بتيجي عيش تاني وانا صباعي تاكل وما اعرفش ايه بصراحه ربنا فضلت ايه البنت اساسا انا عارفاها عامه كنت بشوفها وعمال اقول انا مش هسيبها يعني امسكها في اي حته عشان صباحها موت يا جدعان اللي هو انا مين يا جدعان لما واحده تتخانق بيد وصباحها فوق واحده ثانيه برضه موقف صعب اللي هو متضايق فضلت فعلا مرتبه للبت دي ان انا اقابلها في اي حته وامسكها اضربها ايوه بامان ويا ريتها ضربتها يا جدعان وطلعت ما عملتش اي حاجه في اي حته يمكن ده برضه وانت كان الصبح وانت بقى يا زقازيو بصوا يا جدعان نكفوكوا الشر انا كان جنبي واحده في المدرسه في الدكه بالظبط في الدكه كنت اروح هنا انا كنت جبانه على فكره يا جدعان انا البنت دي هي اللي قوتني انا كنت جبانه جدا وانا صغيره مش هنكر البنت دي يا جدعان كانت في حته يعني ما ينفعش ان انا اقول حته شعبيه قوي بس قوي يعني فهي كانت عامله لي صاحبتي وتاكل الشندوتشات بتاعتي وانا كانت عامله عليا فتاوى يا جدعان اقسم بالله انا كنت جبانه انتوا محدش يعرفني انا كنت جبانه وكانت تعيط واروح لامي يا امي جهاد كانت مني الشندوتشات وامي تقول لي اجي لك بكره امي ما كانتش بتيجي اجي لك بكره في المدرسه يعني استنى الباب يخبط على اساس امي تفتح امي الاقيها في الباب الاقي واحده امي ثانيه ياما اروح الاقي امي نايمه يا جدعان وانا شندوتشاتي بتخلص مني اقسم بالله شندوتشاتي استنى قربي بتخلص وانا ما اكلتش بس يا جدعان
ياما اصحي ياما فوقي بنتي بتتدمر ياما تعالي. امي قعدت يا جدعان يعني النص الترم الاولاني راح عليا بالشندوتشات ودخلت على النص الثاني فجأة قابلتني. انا جدعان صراحه كنت بطلع الاكل من غير ما تتكلم. كنت بخاف منها جدا. ايوه يا جدعان انا كنت لسه صغيره هو ده الموقف. فالمهم الحمد لله يا امي قامت بالسلامه وجت. اول ما جت المدير جابني. المدير جابني يا جدعان وجاب جهاد وجاب امي. امي جايه بثقه قوي. يا مدير البنت دي بتاكل من بنت الشندوتشات. تتخيل انا قلت ايه؟ ما حصلش. ما حصلش يا امي. يا جدعان كنت خايفه منها قوي. يا بنت انت مش قلت ان البنت جايه بتاخد منك شنطات؟ لا لا يا امي ما حصلش. ما قلتلكيش كده. ما قلتلكيش جهاد. واحده غير جهاد بس هي ما جاتش. وهي كانت خايفه اسام من جهاد. جدعت وانت قلت لامي كان هاكل الشندوتشات؟ قلت لها لا. قلت لها لا يا جدعان انا معاني انا معاني بسبب الموضوع ده. انا ضاع عليا يعتبر سنه وما خدتش فيها شندوتشات في المدرسه. هي كل سنه تطلع معاكي في الفصل. يا جدعان يا جدعان من حظي. انت مش عارفين ان انا فقريه في اللعب؟ انا كنت فقريه في المدرسه. كل سنه كانت بتطلع معايا. تدعي تقولي يا رب بنفس الفصل. انا بقى في نفس الفصل. نفس الفصل في نفس الفصل. وهي بتجي معاها سنه سنه. يا جدعان البنت دي ما كانتش بتصحى من النوم غير هي تصحى تاكل سندوتشات وتنام. تسعة تاكل سندوتشات وبعيد عنك. كانت مأمنة. فأنا كنت خايفة منها قوي اللي هي تعمل لي تلم عليا ناس بقى. هي دي معاناة. والنبي يا جدعان حد يكتب لي معلش يا زقازي. بس انتوا في الآخر كدبتم. أيوة أنا كدبتم يا جدعان كنت خايفة. أنا أمي يعني معلش أيوة أمي مستنياها من تاني يوم جات لي بعديها بسنة. فأمي مش قاعدة لي. فاهمين؟ طبيعي انا ايوه لو طلبتها تاني مش هتجيلها. لو طلبتها تاني في خناقه مش هتجيلي. امي خلفانه جدا مش هتجيلي يا جدعان ولا هتف في وشي. دي هتبقى لطيفه النهارده. فهي دي اللي قعداني. لا ربنا يعوجي بالسندوتشات وكليها. انا مش عايزه اشتغل. انا اعمل وانت خدي كلي. والله العظيم يا جدعان. وهي هي كل اللي عليها كان بتجيب نص سندوتش فول. امها كمان كانت بتجيبولها في الفسحه. وقالوك على حاجه كانت برضه بتقول لي حوجي معايا في الفسحه. يا بنتي ابعدي عني. مفيش. انا عشت معاناه يا جدعان مع صاحبتي دي. ما اقولكوش المعاناه دي. بالله عليكم كفايه بقى. عشان انا بتعب كل ما بفتكر الموضوع ده. الموضوع ده لما بنقعد مع بعض يا سنه ونقوله بنموت على نفسنا من الضحك. يا جدعان انتوا لو عايزين تسمعوا قصص عننا احنا هنحكي لكم قصص. والله العظيم بس مش هزهقوا بامانه. الحلو بقى يا سلسولة. الحلو على الحلو. الحلو انا اصلا كنت بتحكي مش قادره بصراحه ما حدش حلو. الحلو دلوقتي الحلو قد ايه مثلا؟ الحلو اللي حصل معاكي بس قبل الجواز. موقف حلو يعني قبل الجواز. قبل الجواز موقف؟ لا مش شرط يعني. موقف حلو كل ما بتفتكره مثلا بتبقى حابه انها تفتكره. موقف حلو. لا الشغل بحب الشغل جدا. ايام الشغل. ايام الشغل. ايام الشغل والصحوبيه والكلام ده كله بحبه جدا بصراحه. بس دي كانت احسن. في الكلام ده هو ما بقاش في الكلام ده. ما بقاش في الكلام ده النهارده. ايه بس وبعد ما اتجوزت نفسك عشان تلاقي بعد ما اتجوزت عيالي. عيالي دلوقتي عندي بالدنيا كلها بصراحه. ربنا يخليهم لك يا سلسوله. دي احلى حاجه على فكره. ولو بقول لكم تاني احلى حاجه في الجواز لما تجيبي عيل ولا عيله ولا الكلام ده كله. والحمد لله على نعمه وفضل. يلا يا ياسو. لا ياسمين. ايه اللي يلا يا مو؟ انا بفكر ان الحلو ايه اللي في حياتي. دي حقيقه بقى يا جماعه. محدش بقى يتكلم ويقول لي يتكلم مني. ماشي. لا بس بصراحه بصراحه احنا مش عايزين نضحك على فنزاتنا. ايوه صح. عشان هتعملي بقى رومانسيه ومنسيه مالناش فيه. لا والله العظيم وحكايات عيالي بجد. الحلو في حياتي ان ربنا عوضني بجوزي وبعيالي. بس منسية جدا بجد والله فوق ما تتخيلوا. يلا يا سوما. سوما انا لسه ما حضرتش. انا الحلو بامانه اللي قضيته في حياتي
فتره الشغل قضيتها مع ناس بامانه بامانه بامانه، يعني انا بتمنى من ربنا اللي يفضلوا في حياتي طول عمري. تعملت الله فتره الشغل بتاعنا بجد الشغل حلو قوي، كانت احلى ايام حياتي فتره الشغل. اكيد معظم الستات اللي هتتفرج علينا هقول لك اه مفيش احلى من الشغل بامانه، تطبيق دماغ وحياه ثانيه. وكان معكم سيف الدين اسماء زقازي زقازي. بصوا يا جدعان، انا احلى فتره في حياتي هي كانت فتره الشغل. ليه بقى يا جدعان؟ مش فتره الشغل بس، كان في صحوبيه. مش معنى في ناس تقول لك في صحوبيه واطيه، في صحوبيه خسيسه، بس احنا عندنا صحوبيه بجد، يعني هي الصحوبيه هي صحوبيه، احنا اخوات طبق اخوات قوي بامانه اخوات. بص يا جدعان ثاني واحده يا اسماء، حاضر. بص يا جدعان انا واسماء زمايلنا هم زمايل انا وزمايل اسماء، اللي انا واسماء كنا على طول مع بعض في الشغل، احنا كنا شغالين مع بعض اصلا، مع بعض اصلا تمام. فزمايل انا هم زمايل اسماء، فهي لو الاسماء بتتكلم عليهم دول برضو تبع انا، يعني مش تبع انا تبع انا لوحدي، لا تبع انا واسماء مع بعض عامه. فيا جدعان دي احلى فتره، والحمد لله برضو. والفتره اللي احلى طبعا اللي انا مع جوزي وبنتي، ودي احلى فتره جميله 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 مع حله الفاصوليا والرز والمخلل والمخلل والعيش. ابقى اكمل لكم بعدين. والبامبس ما تنساش البامبس، اهم حاجه البامبس. ويا جدعان واحنا بنتناقش معاكم تناقشات بسيطه جدا، ولو حبيتوا تعرفوا اي معلومه ثانيه اي معلومات ثانيه عننا احنا هنقول لكم على كل حاجه، هنقول لكم على كل حاجه. احنا مش هيجي اكتر يعني يا جدعان من جهاد والشندوتشات. ايوه والصباع ها والصباع، وانا غفلت وانا غفلت من شعري وشعري اتطحنت وانا غفلت من شعري. بس من بعدها يا جدعان والله العظيم دي كانت الحمد لله، ما في مواقف كده بتقوي يا جدعان، مواقف بتقوي. ايوه الحمد لله، لازم الوحش عشان ربنا يكرمك. يا رب كنا وزننا خفيف عليكم، ولو طالبين مننا حاجه عيننا ليكم وللي عاوزينه. يا جماعه ضيفوا على القناه عشان وعوضوني بالشندوتشات اللي راحت مني يا جدعان. باللايك يا جماعه واشتركوا في القناه وقولي معلش يا زقازيقو. معلش يا زقازيقو. باي باي.